السلام عليكم، اهلا بكم من جديد في حلقه جديده من حلقات وظائف اسامه. طبعا حدث امبارح النادي الاهلي او الجهاز الفني للنادي الاهلي هو قرار اداري بالمناسبه بيبلغ شريف اكرامي ان علاقته بالنادي الاهلي انتهت بعد البيان اللي اصدره كابتن شريف اكرامي اللي عقبنا عليه في حلقه الامس، واتكلمنا في نقطه مهمه جدا من 15 نقطه. يمكن احنا اتكلمنا في النقطتين بتوع احتراف رمضان واعارته، والنقطه المهمه اللي هي كانت كبش فداء، ودي النقطه اللي كان بيواجه فيها اتهام واضح للاداره ان هم بيبحثوا عن كبش فداء، ووضحنا الامور دي وهنكمل ايضاحها في الحلقه دي. لكن كان قرار مهم جدا، قرار ابعاد التفاحه الفاسده وسط صندوق التفاح او كرتونه التفاح، لان الحقيقه بقى واضح وواصل للجميع جدا ان بقى فيه بعض اللاعبين بقى فكره الانتماء عندهم بقت رقم 2 بعد فكره الاحتراف، والنادي الاهلي عندهم بقى رقم 2، بداوا مع عبد الله السعيد ثم الكابتن شريف اكرامي ثم حسام عاشور والكابتن احمد فتحي، فالوضع بقى صعب جدا. فبالتالي انت لازم تحافظ على الجيل الحالي او اللاعبين الجدد المنضمين للنادي الاهلي بفكر النادي الاهلي، ويكون عندهم النادي الاهلي رقم 1. فكان قرار مهم جدا ومحترم جدا، وانا مبسوط بيه جدا. تم استبعاد الكابتن شريف اكرامي، وبالمناسبه الكابتن شريف اكرامي، لان البعض بيقول ان ابناء النادي بيتمش تكريمهم بالشكل اللائق، الكابتن شريف اكرامي كان التعاقد بتاعه ما فيهوش نسبه المشاركه، يعني لو انت قعدت طول السنه ما بتلعبش هتاخد مكافئتك كامله وعقدك كامل، ونفس الامر بالنسبه للكابتن حسام عاشور. وكده كده الكابتن شريف اكرامي سواء كمل الموسم او ما كملش الموسم مستحقاته هتوصل له، لان النادي الاهلي كان بيقدر ابنائه اللي لهم تاريخ، ولكن بعض الابناء اللي لهم تاريخ في النادي الاهلي بيبقى عندهم ازمات شويه او مشاكل في التعامل. وطبعا شفنا امبارح الكابتن حسام عاشور ومداخله مع ابراهيم فايق من المستشار تركي الشيخ، قال ان فيها حسام عاشور كان مستعجل وكان احد اسباب المشكله في التنسيق كمان بين النادي وبين المستشار تركي الشيخ. فبالتالي يعني الكابتن حسام عاشور، الناس اللي وقتها قالت ان انت استعجلت، ده طبيعي جدا، وده حتى جاي من الجانب الاخر، وهو اكيد خسر كتير. والاهم من كل ده موضوع بقى فكرة الاربع صفقات اللي الاهلي زي ما بيردد البعض ما قدرش يتعامل معهم، كل صفقة مختلفة تماما عن التانية. فبالتالي لما نلاقي احد المنتمين لنادي الزمالك بيتكلم في قناة نادي الزمالك عن مجلس ادارة النادي الاهلي لازم نرد عليه، بس نسمعه الاول قال ايه. هل فشلت ادارة الاهلي في التعامل مع هذه الملفات؟ طبعا الكابتن فاروق جعفر هو موجود هنا يمكن من يومين قال جملة عجبتني جدا، قال لك الإدارة القوية ويقصد بها طبعا إدارة الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، الإدارة القوية هي اللي بتقدر تحل أي ملف موجود قبل ما تتفاقم المشكلة. نعم. أنا هديك مثال بس بسيط، هم فشلوا مثلا في موضوع حسام عاشور، موضوع شريف إكرامي، موضوع أحمد فتحي، رمضان صبحي. أنا بصراحة عايز أبدي إعجابي بهذا الشخص، أحد إعلامي أحد الإعلاميين في قناة نادي الزمالك، لأن بصراحة عنده إخلاص كبير جدا جدا، بيفكرني بإخلاص الفنان الكبير طبعا فؤاد المهندس في أحد الأفلام مع الأستاذ فريد شوقي وحش الشاشة، وأعتقد كانت سميرة أحمد اللي معاه في الفيلم. فدايما كان كل ما يذكر الشخصية اللي طالع بيها فريد شوقي على طول له شعار بيقول على طول، فهو حتى هو بيتكلم عن الكابتن فاروق جعفر إن هو بيتكلم عن الإدارة القوية، فكان يقصد مين بالإدارة القوية؟ هو هتلاقيه على النسق ده شغال على نسق الفنان فؤاد المهندس، فده وفاء وإخلاص كبير جدا للمكان اللي هو شغال فيه. لكن هو الحقيقة دي قناة نادي الزمالك، والأربع صفقات أو الملفات بتاع التجديد في النادي الأهلي ولاعيبة النادي الأهلي ومجلس إدارة النادي الأهلي، ومفيش في قناة النادي الأهلي حد جاب سيرة قناة نادي الزمالك أو اتكلم عن شيء يخص نادي الزمالك، ليه السؤال أصلا بيتوجه؟ ومع ذلك خلينا نوضح بس الأربع حالات دول عشان ربما عندهم بعض اللبس عند حتى بعض جماهير النادي الأهلي. أولا شريف إكرامي علاقته انتهت بالنادي الأهلي منذ يعني النادي الأهلي ما جددش معاه أو ما فتحوش في المفاوضات لغاية شهر يناير أو 31 يناير، فاستشعر شريف إكرامي إن هو ملوش دور في الفترة الجاية وتأييد أو قيد مصطفى شوبير في القائمة الأفريقية، فبالتالي قال أنا خلاص مش هكمل. النقطة الثانية الكابتن حسام عاشور، النادي الأهلي قال له إن أنت تبعا للرغبة الفنية أنت مش موجود معانا وعندك ثلاث عروض، واحد واثنين وثلاثة، وطبعا بالمواقف اللي عملها طبعا خسر الثلاث عروض فبالتالي مش مكمل. فبالتالي أدي اثنين لعيبة من الناس اللي المفروض كان يتجدد عقودها، الاثنين اصلا النادي الاهلي ما كانش هيجدد معاهم. نيجي الرقم ثلاثة هو الكابتن وليد سليمان، وخلاص تم التجديد
معاه، والكابتن وليد سليمان وضعه معروف مع النادي وانتمائه معروف، ودايما في اختبارات الانتماء بيكون دايما وليد سليمان موجود في صف النادي الاهلي او في خندق النادي الاهلي، ومصلحه النادي الاهلي بتغلب على مصلحته الشخصيه. كابتن محمد الشناوي افضل حارس مرمى في مصر جدد مع النادي الاهلي لمده 3 سنين كمان مقبله، وكان جاي له عروض مغريه جدا 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 بدون ما الكابتن محمد الشناوي يقف قدام لجنه التخطيط ويقول لهم قدرني. فالموضوع كان فيه تجديد، وده نجاح في التجديد، وده الطبيعي من مجلس اداره النادي الاهلي. الصفقتين الباقيين او الاثنين لعيبه الباقيين اللي حصل فيهم مشاكل هنتكلم عن رمضان صبحي بالتفصيل بس لما نيجي له في الحلقه يعني. لكن الصفقه الثانيه هي صفقه احمد فتحي، لاعب عنده 36 سنه، كل التقدير والاحترام ليه. النادي الاهلي اداله مبلغ معين فيها اولى، كان احمد فتحي اصلا بيطالب بيه والنادي الاهلي وافق عليه، لكن الحقيقه كان احمد فتحي باصص لسنه زياده وفلوس زياده، فبالتالي خلاص النادي الاهلي هو اللي بيحدد، انا مش هقدر ادفع اكتر من ده، مش عدم القدره، انا تقييمي ليك المبلغ ده، فانت مش موافق على المبلغ ده فتفضل طبعا العلاقه تنتهي من الموسم الجديد. فده الصورة باختصار للاعبين، واعتقد من وجهة نظري ان النادي الاهلي لم يفشل في تجديد اي لاعب سوى رمضان صبحي، والفشل كان مرتبط بفكرة رمضان صبحي مش بتكاسل او تقصير لا من مجلس ادارة ولا من لجنة تسويق، زي ما الكابتن مجدي عبد الغني بيحاول يروج للفكره دي. والكابتن مجدي عبد الغني الحقيقه في اي مشكله في اي ازمه في اي حتى ما فيش ازمه هيفتعل الازمه ويصدر الازمه دي لمجلس الاداره. جددت اللاعب واديت له فلوس، هو فلوس كامله وهو سنه كبير، يقول لك دي مشكله. طب ما جددتلوش وما اديتلوش الفلوس اللي هو عايز هو سنه كبير، يقول لك ازاي تفرط في اللاعب وهكذا. الكابتن مجدي عبد الغني بيبحث دايما عن فكره انتقاد مجلس اداره النادي الاهلي وعلى راسهم الكابتن محمود الخطيب، لان الكابتن مجدي عبد الغني واضح جدا ان اتجاهه من البدايه ضد الكابتن محمود الخطيب وضد مجلسه، ودي الاسباب ربما تعود لبعض ان الاحتكاك جيل الثمانينات شويه فيه مشكله، كان بيعاني من فكره شعبيه الكابتن محمود الخطيب، البعض منهم مش قادر ينسى دي، وطبعا مسببه رواسب نفسيه داخلهم، فبالتالي بيشوفوا اي نجاح للكابتن محمود الخطيب او اي شعبيه للكابتن محمود الخطيب هي كانت جزء يعني او كانت على جزء من شعبيتهم، لان هم بالفعل كانوا نجوم. كابتن مجدي عبد الغني عشان ما يفكرش ان احنا بنعاديه او ان احنا بننتقد شخصيه اللاعب، انا بتكلم عن كابتن مجدي عبد الغني، اللاعب لاعب اسطوري في مركزه، سابق عصره، ليسانس اداب، بيسجل في طبعا ليسانس اداب بتاعت الكابتن ميمي الشربيني لما سجل في كانون ياوندي في 85، فكان لاعب شبه متكامل في مركزه، وهو افضل لاعب تقريبا في تاريخ مصر في المركز ده، وكان بيلعب 6 ويلعب 8 ويلعب 10، فعلى مستوى انه لاعب هو كان لاعب كبير. اما على مستوى الفكر والاحتراف ورئيس لجنه اللاعبين المحترفين فده بقى فيه القيل والقال، وكلامك يا كابتن مجدي هو اللي لازم بيثبت ان ممكن ننتقدك وممكن لا. فبالتالي تعالوا نسمع كلام الكابتن مجدي اللي دايما بياخد سكه انتقاد مجلس اداره النادي الاهلي، ونشوف كلامه ده صح ولا غلط. اقبل ان ادفع في الاعاره 2 مليون و400 جنيه استرليني في اعاره، يبقى البيع يبقى بكام؟ يبقى بمليون ولا باضعاف ولا ب 6 مليون و7 مليون؟ ما الناس بتحسبها كده. انا قلت لك رمضان صبحي مش هيقعد في النادي الاهلي، انا مش قلت كده هنا في البرنامج. اللي بيفهم كوره واللي بيعرف كوره واللي بيفكر واللي عنده فكر ليه يا كابتن؟ لان المبلغ اللي مطلوب كان كبير، ما يقدرش النادي الاهلي يدفعه. وفي نفس الوقت رمضان صبحي عنده تطلعات، اللي بيفهم كوره واللي بيعرف كوره واللي عنده عقل واللي مارس الكوره واللي احترف واللي عمل كل اللي عمله الكابتن مجدي عبد الغني، هيوصل للنتيجه اللي تنبأ بيها الكابتن مجدي عبد الغني ان رمضان صبحي مش موجود في الاهلي. ليه الاسباب يا كابتن رمضان؟ هل يا كابتن مجدي هل لان مجلس اداره النادي الاهلي هيفشل في التعاقد مع رمضان صبحي، او هيفشل في اقناع نادي هيدرسفيلد بالتعاقد مع او بشراء رمضان صبحي نهائي؟ لا، لان المبلغ هيكون كبير، ده الاعاره اللي ب 2 مليون و400، العقد الشراء هيكون بكام؟ ب 6 مليون ب 7 مليون، والناس في اوروبا بيحسبوها كده، لان طبعا الكابتن مجدي عبد الغني عارف كل حاجه في الاحتراف، فبالتالي ان العقد هيكون 6 مليون و7 مليون والنادي الاهلي مش هيقدر يدفع. والاهم كمان ان رمضان صبحي عنده تطلعات، فبالتالي رمضان صبحي مش هيتواجد في النادي الاهلي. ده بس لا، لما رد عليه محمد فاروق وقال له يا كابتن ده ازاي؟ ده النادي الاهلي وصل لاتفاق مع نادي هيدرسفيلد، شكك في كلام محمد فاروق وكان له راي اخر. نسمع راي الكابتن مجدي عبد الغني عشان ناخد الموضوع كله على بعضه ونجيب له الرد من المصدر.
تمام. بس انا المعلومات اللي وصلت كابتن النادي الاهلي وصل لمرحله مع هدرسفيلد ان خلاص. المشكله كانت في رمضان هنا بقى جاله عرض مختلف او ضعف المبلغ للنادي الاهلي. انا الاخبار ديت اللي هي من جوه دي انا ما عنديش ثقه فيها. انا ثقتي في دماغي وتفكيري وفي اللي انا عارفه. ايوه يعني انا قصدي ان ما بين الناديين اللي ما بين الناديين خلاص. لا ما لكن هي قال ايش عرفك انه خلاص؟ انا ما اعرفش انت بتتكلم زي ما تكون كنت قاعد في القعده اللي خلاص خلصوا فيها. لا انا مش بتكلم ان انا انت معلومات بتبقى موجوده يا كابتن. والله احنا مش معلومات بتجيبها. مفيش معلومات موجوده مفيش معلومات موجوده يقينيه. وانا ماليش اي علاقه او لا اثق باي معلومات داخل جايه من داخل النادي الاهلي. هي دي الازمه اللي عند الكابتن مجدي. بس دي الازمه الوحيده؟ لا ده عنده ازمه تانية اللي هي فكره انا ما بقتنعش غير بدماغي وما اللي انا شايفه واللي انا عارفه واللي انا فاهمه هو ده اللي انا هتكلم عليه. فبالتالي الكابتن مجدي عبد الغني في لقاء الامس ظاهر ان هو شاهد ما شافش حاجه، لم تابع ازمه رمضان ولا عارف ابعادها كويس ولا عارف اتفاقيات النادي الاهلي مع نادي هيدرسفيلد ولا اي حاجه. هو جاي انا هنتقد مجلس اداره النادي الاهلي، انا هنتقد المركز الاعلامي في النادي الاهلي، انا هنتقد لجنه التخطيط في النادي الاهلي، انا مش هسيب مكان في النادي الاهلي الا ما انتقده حتى لو وصل بيا الامر ان انا انتقد العم حارس. وبعدين بيزعل الكابتن مجدي عبد الغني ان احنا بنقول له يا كابتن مجدي كلامك مش صحيح. ليه مش صحيح؟ لان ابراهيم فايق بالامس عمل مكالمه سكايب مع المدير او الرئيس التنفيذي لنادي هيدرسفيلد واتكلم عن النادي الاهلي وعن ازمه رمضان صبحي بشكل انصف النادي الاهلي تماما. فلو بنتكلم عن لجنه التعاقدات في النادي الاهلي كان الرئيس التنفيذي له راي في التعامل مع النادي الاهلي نحب نسمعه. تلقينا عرضا من الاهلي منذ عده اسابيع لشراء اللاعب وقبلنا بالعرض ونحن مستمتعين بعلاقات العمل مع النادي الاهلي لانهم تميزوا بالامانه الشديده جدا معنا. قبلنا العرض وبالفعل راينا ان هذا شيء عادل وأيضا هذا شيء ربما كان يريد اللاعب يرغب فيه وهو ان يعود الى النادي الاهلي بشكل دائم. شايف يا كابتن مجدي بيقولوا ايه؟ ناس بتتعامل بمنتهى الامانة وكنا سعداء اننا بنتعامل مع النادي الاهلي وشايفين كمان ان من العدل اننا نوافق على عرض النادي الاهلي. ده الاحتراف يا كابتن مجدي عبد الغني اللي وصلنا ليه دلوقتي، مش احتراف سنة 88. الموضوع مختلف شوية يا كابتن مجدي، محتاج ان انت تبقى تلقي نظرة على الناس بتتكلم دلوقتي بتقول ايه، بتعرف المعلومة الاول قبل ما تطلع تبني رأي، فبالتالي يكون الشكل افضل. وده يضيف لخبراتك يا كابتن مجدي اللي احنا طبعا بنقدرها تماما، اكيد لعيب كبير كابتن لمنتخب مصر وحاجه مشرفه ولعبت كاس عالم وهدف في كاس عالم وهدف في الاولمبياد، الموضوع كلاعب مهم جدا. لكن الفكره كلها ان ما ينفعش اقف عند تجربه الاحتراف 88 و90 واقول الناس بتفكر ازاي. الناس هنا قال لك بشكل عادل، فبالتالي انت جيت عملت اعاره ليا مرتين ودفعت مبلغ في الاعاره دي وكمان تكفلت بالراتب السنوي للاعب بتاعي، فبالتالي لما انت تيجي تشتريه بيكون لك افضليه في الشراء، فمش بيكون 6 مليون يا كابتن مجدي زي ما حضرتك قلت. تعال اسمع بنفسك برضه، يمكن انت مش هتصدق معلومات جايه من داخل النادي الاهلي، فاسمع بنفسك الرئيس التنفيذي قال ايه عن قيمه التعاقد اللي تم الاتفاق عليه مع النادي الاهلي. هل وصل اليكم من مصر عرضا من بيراميدز من الزمالك؟ بالفعل قدم كلا الناديين عروضا. عرض بيراميدز كان اقل بكثير مما طلبناه وكان اقل من عرض النادي الاهلي. راينا ان رقم 3,250,000 هذا عرض جيد من وجهة نظرنا. عرض بيراميدز كان اقل بكثير جدا من هذا. كان هناك عرض من الزمالك 3.6 مليون استرليني. مش من جوه النادي الاهلي يا كابتن مجدي، مش من جوه النادي الاهلي، ادي الرئيس التنفيذي بيقول ان عرض النادي الاهلي اللي وافقنا عليه كان 3,250,000 جنيه استرليني، مش 6 مليون و7 مليون يا كابتن مجدي، عشان انت عارف الاحتراف بره وبيفكروا ازاي، لا هم بيفكروا بشكل مختلف، وده اللي قدرت توصل ليه لجنه التعاقدات في النادي الاهلي، واعتقد ده دليل على نجاحها يا كابتن مجدي. انها قدرت تقنع نادي لان النادي ده اتعامل باحترافيه وباحترام وبامانه وبموضوعيه. القصه كانت فين والمشكله كانت فين؟ المشكله كانت في للاسف في اللاعب رمضان صبحي اللي كان ادى الضوء الاخضر للنادي الاهلي ان انا متواجد، وكل تصريحاته ان انا مش هلعب في مصر غير للنادي الاهلي، فبالتالي النادي الاهلي خلص مع نادي هيدرسفيلد. ولكن المفاجاه اصلا اتفاجئ بيها كمان الرئيس التنفيذي لنادي هيدرسفيلد.
متى أعلن أو أبدأ رمضان لكم رغبته في أن يكون متواجدا في نادي آخر بخلاف النادي الأهلي؟ كان ذلك بعد تلقينا عرض الأهلي. تحدثنا مع رمضان ووكيله, وفي هذه اللحظة قال لنا أنه يريد, أن الوكيل قال أنه يريد أن يرى, يبحث عن خيارات أخرى لرمضان. الناس اتفاجئت, ورمضان صبحي بعد ما الناديين اتفقوا مع بعض, النادي الاهلي واحترموا احترام متبادل ووصلوا لصيغه وقيمه ماليه 3,250,000 جنيه استرليني, رمضان صبحي اللي انت بتقول بيفكر من دماغه هو ووكيل اعماله اللي الحقيقه ما بيناش فاهمين نادر شوقي بيعمل ايه بالظبط, لكن بقى عليه علامات استفهام كتير ولا تامنه ولا تثق فيه في النهايه, لان الموضوع واضح جدا ان هو كمان كان موجود مع رمضان صبحي وقال ان رمضان صبحي له تفكير تاني. الغريب ان الرئيس التنفيذي نادي هدرسفيلد قال ان في عروض لرمضان صبحي في اوروبا وصلت ل 5,000,000 جنيه استرليني من انديه لعبت دوري ابطال او هتشارك في دوري الابطال, ورمضان صبحي عنده اصرار ان هو يبقى موجود في مصر. ليه يا كابتن مجدي؟ عشان الفلوس. فرجاء يا كابتن مجدي راجع نفسك او راجع معلوماتك قبل ما تحاول تنتقد مجلس اداره النادي الاهلي, دور لهم على حاجه تانية تنتقدهم فيها. سلام.